يا أهلا وسهلا، أكيد كلنا سمعنا عن تمارين الهيت، إيش هي وإيش فائدتها؟ اليوم راح نتكلم عنها إن شاء الله. HIIT اختصار الكلمة High Intensity Interval Training، اللي هي تمارين عالية الشدة. تمارين الهيت تعتمد بشكل أساسي على الصعود والنزول في نبضات القلب. ممكن بدال ما تمشي لمدة 45 دقيقة أو ساعة بسرعة واحدة وتحرك فيها 100 سعرة، تقدر تختصر الوقت وتستفيد أكثر وتحرق هالمئة سعرة ب20 دقيقة فقط. كيف؟ عن طريق تمارين الهيت. طريقة تمارين الهيت هي إنك تجمعين بين التمارين منخفضة الشدة مع تمارين مرتفعة الشدة. كيف يعني؟ راح أضرب لكم مثال على السير. طريقة، الحين نفترض إنك رايحة تمشين على جهاز السير. أول شيء تبدئين بمشي بطيء لمدة دقيقة، بعدين تزيدين السرعة وتبدئين ركض سريع لمدة 30 ثانية، وترجعين تخفضين السرعة وتمشين مشي بطيء لمدة دقيقة، وهكذا. طبعا تمارين الهيت مو بس تسوينها بالسير وبالركض، لا، تقدرين تسوينها في أي جهاز كارديو، مثل الدرج، مثل الدراجة أو الأوب تراك أو حتى الإليبتيكل والغزال. وإذا ما عندك أو ما تحبين الأجهزة، تقدرين تسوينها بطريقة ثانية اللي هي تمارين بوزن الجسم. كيف يا رهف؟ ممكن انك تسوين جامبينج جاكس لمدة دقيقة، بعد كذا تاخذين راحة لمدة 30 ثانية. نفس الشيء مع باقي التمارين. اهم شيء انك تسوين كل تمرين بسرعة سريعة، مو شوي شوي يلا يلا، لا، المهم عندنا انك ترفعين نبضات القلب. ونجي لآخر وأهم نقطة، اللي هي إيش فوائد تمارين الهيت. أول شيء تساعد برفع اللياقة وتحسين صحة القلب وتحسن الـ VO2 max، اللي هو أقصى قدرة للجسم على استهلاك الأكسجين. رقم 2، إنها ما تحتاج إلى وقت طويل، بدل ما تمشين نص ساعة أو 45 دقيقة توفر عليك الوقت وتسوينها ب20 دقيقة بس. بعد كذا إنها تزيد من حرق السعرات الحرارية وتزيد من عملية الأيض. بعد كذا انها ما تحتاج الى اي اداة رياضية، تقدرون تسوونها بوزن الجسم وما تحتاج مكان مخصص. واهم الافتر بيرن افكت، اللي هو ان الحاق يستمر معك حتى بعد التمرين، عكس الكارديو اللي هو مجرد ما توقفينه خلاص يوقف الحرق معك. الافتر بيرن افكت، اللي هو ان الحاق يستمر معك حتى بعد التمرين، عكس الكارديو اللي هو مجرد ما توقفينه خلاص يوقف الحرق معك.